حضرت المسؤول شو بدك يا حضرت المسؤول؟ بما انه الحكومة الجديدة اخذت الثقة شو بتخبرنا؟ نتأمل خير؟ اكيد يا كل منيح، لكن لح يرخص البنزين اكيد. لا يا اذا الطبابة رح تزير ببلاش، رح نطبب من دون بهدلة اكيد. لا يا اذا المدارس رح تصير مجانية، رح نتعلم مجانا اكيد. لا يا عفوا حضرة المسؤول، لكن منتأمل خير بشو؟ عفوا ما سمعتك قلت خير يا لكن يا خير، وانت كمان يا خير.